بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الثانيه من سلسله الكليمز. احنا انا ومنصح احمد لما نهينا الحلقه الاولى عشان الوقت ما يطولش، عشان المشاهد ما يملش وتبقى الحلقات سهله ان الناس تقدر تتابعها وتشوفها في اي وقت، في المواصلات، في اي بريك او حاجه، لقينا ان لسه في الافكار، الفكره الاولى، النقطه الاولى والثانيه محتاجين نتكلم شويه عنهم عشان وقفنا عند نقطه منطقيه في تسلسل الافكار. فانا هستكمل انا ومنصح احمد في الحلقه دي النقطتين الاولانيين عشان نقف عند نقطه منطقيه. اهلا وسهلا بيك شون صح. اهلا اهلا بنت محمد، اخبارك ايه؟ اتفضل كله نكمل تمام. بقى في الكليم بروسيجر، المايك مع حضرتك. طيب احنا كنا في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا بشكل عام عن البروسيجر بتاع الكليم، من اول النوتس وبعد كده تقديم الديتيل بارتيكولرز وبعد كده قرار الاستشاري، وما بعد قرار الاستشاري قرار الداب هيئه فض المنازعات، وبعد كده التحكيم كخطوه نهائيه او قبل النهائيه، لانه كمان التحكيم ممكن يبقى في بطلان للتحكيم فتروح لمحكمة علشان تاخد قرار من المحكمة. ويعني ده موضوع اللي علاقة أكتر بالتحكيم والمحكمة، مش عايزين نخوض فيه دلوقتي. قلنا البروسيجر بشكل عام، ولكن كان مهم إن احنا كمان نقول الحاجات المهمة في موضوع البروسيجر ده اللي كان دايما بتتناقش أو بتلاقي دايما في اختلافات ووجهات النظر بين طرفين اي كليم في اي كونستراكشن بروجكت. الحاجات اللي دايما بيبقى فيها اختلاف وجهات النظر هو موضوع النوتس مثلا، هل في ريكويرمنت معينه للنوتس دي؟ هل النوتس دي لازم تكون لتر؟ فنس احمد، احنا الكونكشن يبدو ان حصل فيه مشكله. النوتس دي ممكن تكون فنس في احمد نوتس، حضرتك هل سامعني؟ انا سامعك كويس؟ معلش، في نتورك، في ديس كونكشن حصل، او يعني الصوت ضعف شويه، فنرجع 30 ثانيه كده من الكلام اللي حضرتك قلته على النوتس، بدايه من الجزء بتاع النوتس. طيب كنت بقول لك انه دايما بيحصل خلاف بين الناس في موضوع تفسير الريكويرمنتس بتاعت النوتس. احنا هنا اول خطوه في الكليم هو تقديم نوتس، فدايما بيحصل الخلاف بين الناس انه هل النوتس دي لازم يكون ليها فورمات معينه، لازم تكون في ليتر مثلا، لازم تكون في مينتس اوف ميتنج، لازم تكون في ريبورت، ولا ممكن تكون اي حاجه، ممكن تكون فيربال نوتس، ممكن تكون ابديت بعته على البروجرام. ده كان دايما سؤال بيعمل اختلافات بين الناس في المشاريع. الموضوع الثاني انه لو ما قدمتش نوتس هل بيسقط حقي انه ما اقدرش اطالبك بالكليم، او ما اقدرش اطالب بتمديد زمني او ايا كان الموضوع. ده دايما من الحاجات اللي بتتسال على موضوع النوتس. فعلشان اجاوب الاسئله دي خليني دايما ارجعك ل علشان تفصل في اي اختلاف في وجهات النظر لازم يكون مرجعك هو العقد اولا، واذا ما لقيتش حاجه في العقد فبترجع الى القانون. فعلشان تجاوب على الأسئلة دي لازم نشوف العقد الأول، إذا العقد مش واضح أو في أكتر من تفسير فنرجع للقانون. طيب ليه بقول العقد مش واضح أو في أكتر من تفسير؟ في القانون بشكل عام حاجة اسمها مواد إلزامية mandatory rules، وفي حاجة اسمها supplementary rules مواد تكميلية. معلش عفوا، المواد الالزاميه دي ما ينفعش الطرفين يتفقوا على حاجه عكسها، واذا اتفقوا على حاجه عكسها بيبقى البند اللي هم متفقين عليه ده بند باطل او لا يعتد به. اذا راح الموضوع الخطوه بعد كده اربيتريشن او تحكيم البند ده هيسقط. فدي اللي بيسموها المانداتوري رولز اوف لو. اذا فتحت القانون المدني المصري، القانون المدني الاماراتي، هتلاقي فيه شويه مواد مكتوبه في القانون مكتوب بوضوح انه لا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك. فانا ما ينفعش انا وانت نتفق على حاجه تتناقض مع القانون. اللي هي وخلينا ندي بيسموها المواد الآمرة في القانون، صح كده ولا؟ المواد الامره. بالظبط بالظبط، يعني بيسموها المواد الامره لانه يعني هي المسمى المتعارف عليه مانداتوري رولز اللي هي مواد الزاميه، لانه هم بيرجعوها دايما انه في اوامر، بيبقى في مواد بيبقى فيها صيغه الامر من المشرع، فعشان كده سموها المواد الامره. وفي مواد دايما ده بيبقى مكتوب فيها لا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك. طيب معلش انا حاسس ان انا بتفرع في اكتر من اتجاه، بس حاسس انه الحاجات دي هي اللي دايما بتبقى
فيها دسكشن، وهي دي اللي مش موجوده في الماركت او مفيش طبعا طبعا اجوبه عليها بشكل عام في الماركت. صح مظبوط. ليه المواد الالزاميه او المانداتوري رولز دي ما ينفعش نتفق على خلاف ذلك؟ دايما بتبقى المواد دي بتحطها الدوله او بيحطها المشرع لتنظيم العلاقات في الدوله بشكل عام. يعني زي على سبيل المثال هقول لك مثلا الماده بتاعت الضمان العشري، في حاجه في القانون اسمها الضمان العشري، انه اي مبنى لازم يبقى المقاول مسؤول عن المبنى ده ما يحصلوش تهدم او ما يحصلوش تهدم كلي او جزئي، المبنى يقع يعني قبل 10 سنوات، الا لو انه احنا المبنى ده الغرض منه ما كانش انه يكمل 10 سنين، انا عايزك مثلا تعمل لي كرفانات هستخدمها في مشروع لمده سنتين وبعد كده هشيلها، فالغرض من المبنى هو ان هو يقعد سنتين، لكن اذا غرض من المبنى بيقعد فتره طويله فما ينفعش نتفق على انه المبنى ده يحصل فيه تهدم اقل في فتره اقل من 10 سنين. ودي ليه حطها المشرع؟ حطها المشرع علشان يضمن ان المباني لما يتم تنفيذها بقدر الامكان يبقى ضامن ان المباني دي هتفضل عايشه ستيبل لمده 10 سنين، فما يحصلش اي ضرر لاي حد تاني، لان المبنى يقع ده فيه ضرر على المجتمع بشكل عام. فالغرض الرئيسي من المواد الالزاميه دي هي تنظيم العلاقات في المجتمع بشكل عام او تنظيم العلاقات بين الناس بشكل عام. فهتلاقي مثلا ماده الضمان العشري مكتوب فيها بوضوح انه لا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك. انا يعني هحاول اجيب نص الماده من القانون المدني الاماراتي وزيها في القانون المدني المصري. زي ما قلت لك دايما في المواد المانداتوري رولز دي هتلاقي انه لا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك، هتلاقي الماده نفسها بتقول انه مادة 882 اللي هي على السكرين دي، any agreement أو extend as the contractor أو الأركتكت اللي هو الإنجينير from liability دي shall be void. فأي محاولة من طرف من الطرفين إنه ما يبقاش عليه الالتزام ده، ده هو الالتزام بضمان سلامة المبنى لمدة 10 سنين، الاتفاق ده يبقى باطل. فالمواد الإلزامية دي ما ينفعش نتفق على خلافها. وفي مواد تكميلية، المواد التكميلية دي إذا في حاجة في العقد مش واضحة، دي هترجعنا بقى تاني لموضوع النوتس، اذا في حاجه في العقد مش واضحه فاحنا بنرجع للمواد التكميليه اللي في القانون عشان نفهمها. ايه زي ايه المواد التكميليه دي؟ زي مثلا في ماده بتقول انه الشك يفسر في صالح المدين. ايه الشك يفسر في صالح المدين؟ يعني لو في شك في تفسير ماده معينه انا بفسرها بتفسير وانت بتفسرها بتفسير تاني بتفسر في صالح المدين، المدين في حاله الامبلوير والكونتراكتور هو الكونتراكتور فتفسر في صالح انا ككونتراكتور، بين الكونتراكتور والسب كونتراكتور المدين هو السب كونتراكتور، فالشك يفسر في صالح المدين. دي مواد تكميليه. طيب ايه تاني من المواد التكميليه؟ العقد يجب تفسير العقد بحسن النوايا، انه لو في ماده احنا مختلفين على تفسيرها لازم نفترض حسن النوايا في تفسير الماده دي. في ماده تانية اللي هي استخدام الغير مشروع للحق، انه لو في اختلاف في تفسير ماده لازم نرجع دايما انه انا لما بستخدم حقي يبقى استخدامي مشروع على الحق ده، والقانون بيحط الحاجات اللي بتعرف ايه هو الاستخدام المشروع والاستخدام الغير مشروع. من ضمن الحاجات دي اللي هي لها علاقه بالنوتس انه ما ينفعش انا استفيد ويبقى في ضرر على الطرف الثاني بشكل مبالغ فيه، انه يبقى في ان الضرر لا يتناسب مع الاستفاده. انت امبلوير هتستفيد ايه من موضوع النوتس ده؟ مش هتستفيد حاجه، لكن انا وقع عليا ضرر كتير كتير جدا، انا ليا حق ب 200 مليون انت عايز توقعه ما تدفعهوليش علشان ما قدمتش نوتس. فده في القانون بيندرج شويه تحت الاستخدام الغير مشروع للحق. في مواد تانية في القانون بتقول انه اذا الطرفين الماده مش واضحه فبنرجع الى العرف العام في التعامل، فلو تفسير الماده مش واضح نرجع للعرف العام. طيب ده مناقشات جانبيه لا لا حلو، بس انا خايف الناس تخاف من الخلفيه القانونيه دي. يعني احنا خلينا نشير نستفيد من الاستطراد ده، نقول ان انت دايما كمهندس سعود لازم تقرا كتير، لازم عندك خلفيه قانونيه، لازم تبقى شايف صوره اوسع من مجرد بس الكلوز اللي في العقد يعني. فجزاك الله خير يا باشمهندس. خلينا نرجع تاني للجزء بتاع الكليم بروسيجر، الا لو في نقطه حضرتك حابب تستكملها. طبعا المايك مفتوح. طيب وخليني، لا انا عايز بس اقفل النقطه دي اللي انت قلته، ده كلام مهم جدا، انه الرجوع للعقل القانون وتفسيرات القانون وهل دي ماده الزاميه ولا لا، النقاش ده دايما بيبقى قصاد المحكمه.
انت ككونتراكتور او كامبلوير ممكن ما تروحش المحكمه، فمش هتقدر تشيك يعني تعمل اشاره للمواد دي او يتم الفصل في المواد دي الا في المحكمه. فانت دايما اتبع الاجراءات اللي مكتوبه في العقد. لو العقد بيقول لك تعدل نوتس علشان ما يسقطش حاجه، لانه الاستشاري ما دوره الا هو ادمنستر للكونتراكت، بيعمل بيتبع الخطوات العقد. لو العقد قال بيسقط حقه هيقول لك عقد حق فعشان تطالب بحقك لازم تروح المحكمه، ومعظم الناس ما بتبقاش عايزه تروح الخطوه دي. فدي بس حاجات جانبيه، انت ادم العقد بيقول انك النوتس تسقط حقه. بس اللي احنا كنا عايزين بقى نقوله انه النوتس في الفيدك 99 ما لهاش تعريف. يعني الفيدك 99 قال ان الكونتراكتور تو سبميت ا نوتس او تو نوتيفاي الامبلوير. صيغه النوتس مش متعرفه، يعني النوتس دي تبقى ليتر مش بالضروره، ممكن يبقى مينتس اوف ميتنج دي نوتس، ممكن يبقى ان انا قدمت لك بروجرس ابديت، الابديت ده باين فيه ان النشاط ده متاخر بسبب حاجه معينه، فالبروجرس ابديت اللي انا قدمته لك ده نوتس. ليه؟ لانه العقد ما عرفش كلمه نوتس. العقد بيقول ان العقد اللي هو انا بتكلم عن الفيدك 99، فلو الفيدك 99 بيقول ان الكونتراكتور شال نوتيفاي، صيغه النوتيفيكيشن دي مش متعرفه في العقد، فمش لازم يكون الرساله اسمها نوتس اوف كليم. وده دايما كان بيبقى خلاف، دايما خلاف رئيسي بين الناس، انه انت مين اللي قال ان النوتس دي انه انا اقدم لك لتر؟ العقد ما قالش كده. وبعد ما العقد ما قالش كده يبقى انت ممكن تفسره بطريقتك وانا افسره بطريقتي. ونرجع للتفسير ونخش في الجدال طويل ونخش في ديسبيوت كتير. الفيدك الجديد 2017 انتبه جدا للموضوع، لانه كان موضوع دايما بيثير الجدل بين الناس، وحط انه لا، النوتس دي ليها ديفينيشن وليها ريكويرمنت، ولازم يبقى الليتر السبجكت بتاعه نوتس اوف اكليم، فلازم النوتس تبقى بشكل معين. يبقى انت لو عقدك 99 لا، النوتس اي حاجه، قدمت بروجرس ريبورت مبين فيه ان انت متاخر وكاتب انه في تاخير هيحصل عشان ما استلمتش رسومات، البروجرس ريبورت ده نوتس، انت يو ديد نوتيفاي الامبلوير. في مينتس اوف ميتنج كتبت ان انا مستني منك امبلوير انستراكشنز عشان الموضوع الفلاني، المينتس اوف ميتنج دي نوتس. الغرض من النوتس انه الطرف الثاني يعرف انه في حاجه مطلوبه منه او في حاجه هيتاثر بيها المشروع، الحاجه دي ممكن تزيد تكلفه المشروع او تزيد مده المشروع. فلو الغرض ده اتحقق، ودي دايما دايما الناس بترجع في الكونستراكشن لو للكومون لو اليو كي، قانون انجلترا، لانه هم طبعا اقدم منا في موضوع الكونستراكشن لو، فبيرجعوا دايما للكيسز في الكومون لو بشكل اكثر تحديدا لليو كي. فالاحكام اللي طلعت في يو كي بخصوص موضوع النوتس ده فسرت الموضوع بشكل بسيط جدا، بيسموه هم الكونديشن بريسيدنت. فلو حد عايز يعمل سيرش على الموضوع اسمه كونديشن بريسيدنت اللي هو النوتس، وقالت انه على حسب النوتس دي الغرض منها ان الطرف الثاني يعرف، فلو الطرف الثاني عارف يبقى خلاص الحق بيفضل قائم. وليه الغرض الثاني يعرف؟ علشان يحاول يمنع الضرر ده انه يحصل. يعني انت لو عرفتني يا مالك، انت مقاول او جيت قلت لي يا مالك مثلا انك لو ما ادينيش الرسومات دي المشروع هيتاخر، فانا هسرع وادي لك الرسومات بسرعه. لو ما قلتليش وانا ما كنتش عارف وجيت بعد كده حصل الضرر، يبقى لا، يبقى لازم، يبقى هنا حقك بيسقط في المطالبه. فالفيصل في الموضوع هو انه هل الطرف الثاني عارف بشكل او باخر؟ لو عارف يبقى خلاص مش لازم التزم بال 28 يوم، او انه معرفه الطرف الثاني دي معرفة الطرف الثاني دي مش هتأثر على النتيجة. يعني هدي لك مثال سريع، انه وانا بحفر لقيت حاجة تحت الارض فلازم الحاجة دي تتشال، سواء انا قلت لك او ما قلت لكش الحاجة دي لازم تتشال عشان اقدر اكمل حفر. فهنا سواء اديتك نوتس او ما اديتلكش نوتس، الاكشن مش هيتغير، الاكشن ان الحاجة هتتغير. فيبقى النوتس هنا ملهاش معنى. يبقى هنا النوتس دي مش كونديشن بريسيدنس، يبقى لو ما اديتلكش نوتس خلال 28 يوم ما بيسقطش حقي. لكن في حالات تانية النوتس ممكن تغير القرار. لو اديت لي نوتس انا ممكن ارجع في كلامي يا مالك، انا كنت اديتك امر مش عارف ان هو يزود التكلفه، لما انت قلت لك لا خلاص ما تعملش الموضوع ده. فلو ان انا اقول لك النوتس هتقدر تغير القرار، يبقى لا، النوتس عدم وجودها بيسقط الحق. اذا ما اديت لك النوتس دي مش هتغير القرار، يبقى النوتس ملهاش معنى، حتى لو انا ما اديتها لكش بيفضل حقي قائم.
انا حاسس ان انا بتكلم كتير والوقت لا لا بياخدنا، كويس يعني، انت فاعتقد لحظة ان احنا سيبني، مش مشكلة مفيش مشكلة، كده نكمل البروسيجر. غطينا موضوع النوتس بشكل كبير. العقد بيقول انك لو ما قدمتش نوتس فدك 99، بيقول انك لو ما قدمتش نوتس بيسقط حقك، فانت طبيعي انك لازم تقدم نوتس عشان حقك ما يسقطش. ولكن خليك دايما تبقى عارف انه في تفسيرات تانية وفي خناقات تانية بين الاطراف على موضوع تفسير كلمة نوتس دي، سواء بالفيدك القديم او الفيدك الجديد، هل هي لتر او لا. يعني اعتقد ان انا غطيت الجدالات المختلفة في الموضوع ده، والمحكمة بتنظر للموضوع ازاي اذا الموضوع راح المحكمة في مرحلة بعد كده. كويس جدا باشمهندس احمد، انا لا يعني انا مبسوط ان حضرتك غطيت الجزء ده، لان انا اذكر مره ان احنا حضرنا محاضره او شفنا رساله بحثيه عن وجهات النظر المختلفه ما بين جهات التحكيم وبين القانونيين العالميين على النوتس، هل النوتس يسقط الحق او لا يسقط الحق؟ طب العقد بيقول انها تسقط الحق، طب القانون بيقول ايه؟ طب انا اديتك نوتس بس متاخره شويه، فهو الموضوع اكبر فعلا من ال 15 دقيقه اللي احنا اتكلمنا فيهم. فكويس ان حضرتك اشرت لده، احنا بنشوف مشاريع كتير المهندسين الصغيرين بيتخانقوا مع بعض على النقطه دي، انت بعت لي نوتس، لا ما بعتليش نوتس، ولا والامر اكبر من كده. فجزاك الله خير يعني يا باشمهندس احمد. طيب تسلم. احنا كده في الكليم بروسيجر فاضل لنا حاجه تانيه؟ لا اعتقد احنا غطينا الحاجات الرئيسيه. طبعا الخطوات اللي بعد كده هي خطوات ما بيبقاش فيها عليها اختلاف، يعني انك تقدم الديتيل بارتيكولرز، وبعد كده الانجينير يعمل ديترمينيشن، وبعد كده الداب والاربتريشن. فدي دايما خطوات ما بيحصلش فيها اختلاف في التفسير، لانه العقد فيها واضح. اللي كان دايما بيحصل فيه اختلاف في التفسير هو موضوع النوتس ده. فاعتقد ان احنا كده غطينا البروسيجر بتاع الكليمز. ويعني الحلقة الجاية هنبدأ طبعا زي ما قلنا أسئلة الناس على النقطتين الأولانيين، اللي هو إيه هو تعريف الكليم والبروسيجر بتاع الكليم، هنستناها قبل ما نخش في الموضوع اللي بعد كده. والحلقة الجاية نجاوب على الأسئلة أولا، وبعد كده ننقل على الموضوع المحتويات الرئيسية لأي كليم يتقدم. كويس أوي، أنا شاكر ليك جدا باشمهندس أحمد، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ووقتك ومجهودك، وفي انتظار بقى أسئلة الناس إن شاء الله عشان نبدأ الحلقة التانية أو الجزء التاني من السلسلة بإذن الله. إن شاء شكرا الله، باشمهندس شكرا أحمد، جزيلا. جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.